حافظهم شبابكم والجماعة اللي قائمين المسؤولين على الحلبة، فنشوفها رائع اللي قدام عيننا، شيء رائع صراحة وترتيب ما كنا متوقعينه. بالنسبة لكل الإخوان الأشقاء العرب، لأن الرياضة ما هي إلا مجال رياضة وأخلاق وتربية وفتح مجال التلاقي والتآخي بين مختلف الأقطار والبلدان المشاركة. المجهود اللي كبير تبارك الله اللي خصنا نبدلوه في واحد المده ديال 3 شهور ل 4 شهور، حنا صوبناه في 20 يوم والحلبة تبارك الله راه اصلا هي موجوده. الهدف ديالنا هو نجمعوا نخرجوا من هذاك الاطار ديال البطوله ديال المغرب باش نجمعوا الناس عندنا هنايا كاع الاتحاد العربي بحال هكا باش ندير المسابقات باش نطوروا الرياضه ديالنا ونزيدوا لقدام. The world is spinning too fast. I find that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I'll go red, it's in a happy mood. Keep my mood on. There's a monkey in the jungle watching a fake trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message. It's the music that we choose. Keep on our groove on. Je viens de France, j'ai gagné la première manche au Maroc. Je tombe mais je rattrape. Je m'entraîne en France avec mon père et mon petit ami. Ça va, ça s'est bien passé.
vu que les Marocains ils ont une bonne vitesse de pointe, il y a du niveau et je pense que tous les autres pays qui sont arrivés, les pays arabes, les cousins aussi, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait du bon niveau au Maroc. لإقامة البطولة البطولة العربية للموتوكروس ونحن سعداء جدا جدا أننا وخاصة بعد المرحلة اللي متعنا هذه الصعبة اللي اجتزناها. هذه البطولة العربية الأولى ونحن سعيدين بالمشاركة فيها ومشاركة بالتنظيم والمشاركة بالبطولة إن شاء الله نتمنى أن البطولة هذه تستمر وما شاء الله البطولة والتنظيم هنا بدولة المغرب من أروع ما يمكن.